كما كيسمع المشاهد الكريم ان هذه منطقه الريف، منطقه قارون، منطقه خصوصا قارون بصفه خاصه. قارون بصفه خاصه ساهمت في المقاومه ضد الاحتلال الفرنسي منذ عقود، فبالتالي تهمشوا هاد الناس القاده ديال المقاومه، ما نسميوش المقاومه بل نقولوا القاده ديال الجهاد اللي حروا البلاد وخرجوا فرنسا رغم القوه والعتاد اللي كان عند الجيش الفرنسي وقله يعني الامكانيات الماديه واللوجستيكيه ديال الناس ديال المقاومه والناس ديال الريف، فبالتالي انتصروا وفعلا حروا البلد. لكن المشكل الاساسي هنا هو اننا كنشوفوا مسؤولين شادين المناصب وعندهم مكاسب لا علاقه لهم بالتحرير، لا علاقه لهم بالتحرير، وخذوا مناصب كبيره في الدوله وشادين الكراسي ويعني وورثوها يعني بالوراثه واحد من 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 جد الجد من جد الجد. فبالتالي والناس اللي هما ضحايا والناس الاحرار، الناس الشرفاء، الناس المجاهدين المقاومين الابطال الشجعان راهم شي مدفون في الشرق، شي مدفون في الغرب، شي مدفون في الشمال، شي مدفون في الجنوب، ما كاينش اللي مسوق لهم، والابناء ديالهم مهمشين، لا تعليم لا صحه لا شغل لا شيء من هذا القبيل. لكن بالمقابل ابناء المسؤولين اللي لا علاقه لهم بالتحرير راهم شادين المناصب ديالهم، كيقراو فرنسا، يداووا فرنسا باش تعرفهم بانهم عملاء ديال فرنسا. خانوا الشعب وخانوا الرساله وخانوا الامانه وخانوا الاحرار اللي حرروا المغرب، لكن حاكمينه خونه اللي نهبوا الخيرات ديال البلاد ونهبوا الثروه ديال البلاد، ومازال لحد الان مستمر هذا الطغيان وهذا الظلم، لحد الان كاين حصار في منطقه الريف من 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 طنجه الى الحسيمه الى الناظور الى هذه المنطقه الاساسيه، وهذه هي الرمز ديال المقاومه ورمز الجهاد، هي هذه المنطقه ديال قارون ما بين قارون وعين زورا. نعم هذه هي المنطقه، هذه هو المركز واكنول يعني بصفه عامه جنايه بصفه عامه. اذا هذه رساله لمن يهمهم الامر، انتم خنتوا الوطن وخنتوا الشعب وخنتوا القضيه، بالمقابل الناس اللي حرروا البلاد راهم مهمشين وراهم كيتعذبوا بالامراض والفقر والجوع والعطش، لكن لا 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 اذان صاغيه ولا اعين ترى. هذه منطقه الريف، هذه البلاصه سميتها قارون يعني. لا قارون، هذه قارون، هذه الدار ديال عبد الرحمن وشوحمد، وكان منين كان الاستعمار جا هذا الطريق كان كيدوز المزكيتان، كيدوز المزكيتان تبعثوا الطوره ديال فرنسا، كنا العسكر ديال فرنسا ودازوا من هنايا صابوا هذه الدار خاليه، قالوا علاش ذوك الدياب ديال الغابه خلاو هذه الدار، يعني حتى هما كيضربوا في فرنسا. قالوا له يلا جبدوا حرقوا هاد الدار، حرقوا هنا الزرع وحرقوا هنا الدار، والديور كامل كان فيها 14 ماحه. الدار ديال مولاها الاصلي. وكان فيها 14 ماحه صح. علال ياش. علال حموش. علال حموش وحده. باين شعايب علال حسان وعلال. باين بوجمع علال محمد علال شعايب. هذو كلهم كانوا في المقاومه. كانوا في المقاومه. كانوا في المقاومه ورجعوا لهم الديار حرقوا لهم. هاد الدار هذه تحرقت ما شدوا عليها حتى شي حاجه. ما هما ما تخلصوش في المقاومه الا عمي بوجبعه صاك اللي تخلص جدك اللي تخلص خوتو الاخرين حتى واحد ما تخلص. وفي كانوا كيضربوا في القنبله هنايا، في كانوا كيضربوا في راسهم، كانوا يضربوا تحت الحدود ديال بوسكور. لا امين كياخذوا هاد الطريق هذا كياخذوا حتى بوسكور. اسمع كانوا كيضربوا في الحدود، كانوا هاربين لتحت البوسكور. بوسكور كانوا هاربين لتحت بين فرنسا، كان عندهم المعركه تما، تبعتهم فرنسا تما دايره معاهم المعركه تما، وهربوا بالكتيبه تما وهربوا بولادهم وتكرصوا ودوزوا واحد المعاناه كبيره، لان الديور حرقوهم، سكنوا غير في الغابه، داروا النوايد وسكنوا في الغابه. كانوا كيهربوا. ودابا حاليا راه حتى واحد دابا البلاد دابا البلاد خاليه، الناس هجروا، ما داروا لهم لا طرقان لا مدارس، كانوا مقاومين كل شيء، لا كهرباء لا حتى شي حاجه، هادو كانوا مقاومين كل شيء، داو ولادهم وهجروا، كل واحد دابا فين، دابا البلاد راه خاليه، الدوله ما مهتمتش بهاد الناس هادو اللي حروا المغرب، اللي حروا اللي جاهدوا اللي خدموا بصح ما تسوقت لهمش، ما جات لهمش الخبر، ولادهم صافي بقاو هنا، هما ماتوا مشاو، ولادهم بقاو هنا مرميين، ما كان لا قراءه، ما كان لا تعليم، ما كان لا سبيطار، لا طريق، ما عمري شي مسؤول وصل عندهم هنا لهذ البلاصه. هذا عمي اللي بقى هنا الواحد اللي بقى هنا راه عنده 97 عام حاليا، دابا راه مريض، خرج من هنا، مات له المراه وتكرفص، وكانت عنده الكتيبه شي مات، استمر الجفاف واحد المده، صافي الكتيبه مشات، اللي شي حاجه باعوا، شي حاجه مات، صافي دابا هاجر مشى حتى هو، دابا البلاد خاليه. والدوله راه انت كتشوف صافي حتى واحد ما نسوق لك. شو هو؟ المنعه، كيقولوا له المنعه من لهيه البوسكور. مفضل بوعرفه تحت. بوسكور كتسمى. بوسكور كتسمى بوسكور. تما كانوا مهجرين، وتما داروا الحرب مع فرنسا. واه. واه. وشحال ماتوا تما ديال فرنسا.
وبهم بزاف الجيش ما تماش في راس. سمعت بان كاين 15 اكثر من 15000 عسكري وضابط فرنسي اللي ماتوا في قلب جبال الريح. وي في ديك البلاصه بعدا من جبل الكحل حتى ديك البلاصه. كان كيعاودها نبا ماشي زعما يعني ماشي زعما يعني كان الكفاح تما الوسط سميتو الوسط. ممكن السي وسمازيخ باش هاد الناس اللي فين يفهمن. السي وسمازيخ ما يفهمن يودان غير فين. واه واه قاعدين قلت لك الحرب غروه هذه البوسطه قلت لك ندير ندير البوسطه العام سيدي هاجروا من السانيتا صندوق الناس نتو دري منو فين هاجروا ايوا الناس ديك الدياب ديال الغابه حرقوا لهم الضيوف راه كسموهم كسموهم ديك المهاجرين فرنسا الدياب ديال الغابه. الدياب ديال الغابه ومع ذلك ما كاين لا ما لا ظل مع ذلك ما كاين حتى الماء كنجيبون عام سيدي من تقريبا من تيجي مسلي السيتي راه كنا ساكنين هنا كنجيبوها ب 30000 فرانك في السيتير. هذه تبع الجماعة ديال تيزي وسلي. تبع الجماعة ديال تيزي وسلي. وهذه كان باقي ساكن هنا. واحد ما لا والو لا كهرباء لا حتى شي. هذيك الدار يمن؟ هذه الدار ديال عمي موحد. ديال عمي موحد عدل. واه الدار ديال عمي موحد. لابس مسكينة. واه هذه الدار مسكين مات هنا ديال عمي موحد كان شاك كان هو مقاول. كان عنده العشارية حتى هو كان عنده. ما كيتخلصش واه كان هو كان في المقاومة ما كيتخلصش. هذا هو جبل الريف كما كتشوفوا هنا فين كانت المعارك هذيك المناطق بوسكور منطقة بوسكور اللي كانت المعارك ضارية ما بين الجيش الفرنسي وأحرار الريف مقاومين الفرسان الشجعان ديال الريف قارون هذه هي قارون منطقة قارون اللي ما كيعرفش قارون هي هذه منطقة قريبة على أكنول ما بين تيسي وسلي وقارون وعين زوره نعم نعم هذا المنزل ديال المقاوم الشهيد نحسبه عند الله شهيدا سي بوجمعه علال بريكي بوجمعه بن علال احد المقاومين اللي ماتوا على يديه العديد من العسكريين الفرنسيين وضباط كما كتشوفوا هاد الدار ديالو ها هي كما كتشوفوها طايحه كامله عطينا شي وصف على بوجمعه عمي بوجمعه كان ساكن هنا هو داك عام 45 كان ساكن هنا 1945 1945 ولا في الاربعينات في الاربعينات انا عقلت منين كنت كنعقل عندي دابا 60 عام وكنصيف هاد الدار بنات بلاصه هادي من بعد ما حرقوا له الدار ديالو من بعد ما حرقوا الدار ديال جدي ديال عاد جا هنا جا هنا وهنا هاد الخربة هاد الدار هادي وكان ساكن فيه حتى ولا حتى ولا يعني حتى حتى خرجت فرنسا ولا هنا هاد الدار هادي وكان ساكن فيه ساكن فيه كان ساكن حتى جاب الله وقطع وصافي الشجيرات ديالو نيت الزيتون هذا الناس كلشي تخرب يعني كما كتشوفوا كلشي مخرب ما كاينش يعني لا ما الماء ما كيدورش الضو ما كاينش البرد والناس كتسخن غير على الحطب كنشوفوا غير الغابه لكن عاشوا يعني عده عقود في هذه المنطقه هذه بدون اي اهتمام من طرف الدوله الحاكمه إذن هذا ظلم وتهميش في حق ناس ديال الريف ناس المقاومة نعم الزيت ما قيل ما درت حبة هذا لا لا حتى حبة جابس تاع كاينش الماء تشربوا عاد تخليهم الناس نتوما هنا ما تشربوا تشربوا حتى رحلوا من هنا غير على حساب الماء والضوالو فقر خلاو الملك ديالهم هنا ومشاو تحيه للجميع والخزي والعار للخونه عاش الشعب ولا عاش من خانه Oh.
يحكوا لكم ما دار.